يسأل ويقول: اعتمرت العام الماضي أنا وأخت لي في رمضان، وأدينا مناسك العمرة جميعا، إلا أن أختي قالت لي بعد الانتهاء من العمرة إنها لم تصلي ركعتي الطواف لأنها لم تعلم بذلك ونسيت، ونسيت أن أخبرها بذلك. هل ركعتي الطواف واجبة وهل يلزمنا شيء الآن؟ جزاكم الله خيرا. ركعتي الطواف سنة وليست بواجبة، بواجبتين، والعمرة صحيحة إن شاء الله. نعم.